خلينا ناخد بقى شغلنا بتاع النهاردة. في تصريحات لوزير الخارجية سامح شكري، قد ما هي تصريحات مزعجة جدا لكنها في نفس الوقت بتبين احنا واصلين فين في أزمة سد النهضة. كويس؟ انتوا عارفين انه اخر لقاء كان في السودان في 4 و5 ابريل الشهر ده، وده الاجتماع اللي اسمه الاجتماع التساعي اللي فيه 9 افراد، 3 وزراء خارجية من مصر والسودان واثيوبيا، و3 وزراء ري من ال3 دول، و3 مديري المخابرات العامة في ال3 دول. وحصل لمدة يومين مفاوضات وكلام، وبعد شوية طلع بيان قالوا انه في تعثر في هذه المفاوضات. بعد ما اتقال ان في تعثر في هذه المفاوضات، طلع الجانب الاثيوبي واتهم مصر انه هي من تقف وراء تعثر هذه المفاوضات وانها لا تبدي مرونة والى اخره. وزير الخارجية وقتها قال ان احنا نوجه، لا زلنا نوجه الدعوة الى الخرطوم واديس ابابا عشان نستأنف المفاوضات، لان احنا عندنا توجيه رئاسي من القيادات الدول الثلاثة للقيادات، قيادات الدبلوماسية والفنية والأمنية، عن في توجيه انه الموضوع ده يخلص خلال شهر. المهلة دي تخلص امتى؟ تخلص في 5 مايو اللي جاي. يعني لسه في المهلة اللي اعطاها الرؤساء او القيادات بتاع الدول الثلاثة للقيادات الفنية والدبلوماسية والأمنية 15 يوم. النهاردة وزير الخارجية اتكلم بصراحة شديد جد ان في عدم استجابة من الخرطوم واديس ابابا لدعوة مصر لاستئناف المفاوضات مرة اخرى. يعني هو بعت لهم دعوة وقال بشكل علني ننتظر اثيوبيا والخرطوم عشان نكمل المفاوضات، ما جاش رد حتى هذه اللحظة. التعليمات اللي كانت صادرة من الرئيس للمفاوضين انه مصر تبدي اكبر قدر من المرونة واستيعاب الاطراف الاخرى، لان احنا في النهاية مش داخلين حرب، احنا داخلين تفاهم حول تحقيق مصالح. حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي استخدم كلمة بين قوسين، قال للمفاوضين تعاملوا اننا جميعا دولة واحدة، يعني بلاش ان احنا نبقى قاعدين على مائدة المفاوضات وبنتكلم كأننا 3 دول وبنتخانق مع بعض، لا احنا دولة واحدة، ال3 دول هم دولة واحدة وبيدوروا على مصلحة مشتركة. ده كان التوجيه. لكن اللي حاصل فيما يبدو من كلام وزير الخارجية، وانا عايز اقول لحضراتكم بعض النصوص منها. يعني قال وزير الخارجية النهاردة مثلا: للأسف لم نتلقى رد من إثيوبيا أو السودان على هذه الدعوة، الدعوة اللي هو وجهها لهم لاستئناف المفاوضات، وبالتالي نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من القادة. إنه يعني إيه، اقعدوا وشوفوا الدنيا رايحة فين. قال سامح شكري: نتناول الأمر من خلال تكليف الرؤساء بأن يكون التعامل كدولة واحدة زي ما كنت بقول لحضراتكم، وأن ننظر لمصلحة مشتركة لنا جميعا، وما يحدث هو مزيد من فقد الوقت ويجعل الزمن يداهمنا في ظل تكليف القادة لنا بالتوصل إلى حل للتعثر الفني خلال شهر. بيثبت سامح شكري موقف مصر بكلام دقيق جدا، بيقول: رغم كل ما بذلناه لا نرى تفاعل بنفس قدر الاهتمام الذي نبديه، وبالتالي سننتظر حينما يكون هناك رغبة من شركائنا لإثارة هذا الموضوع. لكن على الجميع أن يعلم أن مصر لن يفرض عليها وضع قائم. هنا ده الجملة اللي بتحدد إيه الموقف السياسي والدبلوماسي اللي مصر تتخذه في هذه اللحظة فيما يتعلق بسد النهضة. هقول لحضراتكم تاني: على الجميع أن يعلم أن مصر لن يفرض عليها وضع قائم أو وضع مادي يتم من خلال فرض إرادة طرف على آخر،
وهذا غير مقبول، والحكومة المصرية ستستمر في مراعاة والدفاع عن مصالح الشعب المصري في مياه النيل ومستقبلها بوسائل عديدة لديه. إذن احنا قدام مشكلة في المفاوضات فيما يخص سد النهضة. وزير الخارجية النهاردة بيحط الشعب المصري كله أو بيحط الرأي العام كله في السور. خليني أستزيد حول هذا الموقف وبعدين أقول لحضراتكم ما أراه أو ما أتصورت. خليني أسمع الأول من سيادة اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان. سيادة النائب أهلا بيك يا فندم. أهلا يا فندم، أهلا بيك ومشاهديك الكرام. سيادة النائب أهلا يا فندم. أهلا بيك. أنا بس عايز يعني كيف استقبلت تصريحات وزير الخارجية اليوم السفير سامح شكري عن ما يحدث أو ما يدور بخصوص المفاوضات بشأن سد النهضة؟ تصريحات السيد وزير الخارجية تعبر عن الموقف المصري المتبع لحل المشكلة القائمة بسبب سد النهضة. مصر تمسكت بإعلان مبادئ الخاص باتفاقيات حوض النيل واتفاقية سنة 59 وما قبلها. مصر بتحافظ على حق الشعب المصري في 55.5 مليار متر مكعب من المياه. الشعب المصري كله بينظر بعين القلق إزاء هذا الموقف الذي لا يوجد تجاوب جاد من جانب الأثيوبي لعلاج المشاكل القائمة من الناحية الفنية والوصول إلى حل توافقي يرضي الأطراف الثلاثة بما لا يضر بمصالح الشعب المصري. نقطة المياه ونهر النيل هو المصدر الوحيد للمياه في مصر وهو عصب الأمن القومي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن مصر تتنازل عن حصتها في مياه النيل. وبالتالي كان المطلوب من الجانب الأثيوبي والجانب السوداني أن يكونوا على قدر كبير من المرونة والتفاهم للوصول إلى حل يرضي الدول الثلاث ولا يضر بمصالح الشعب المصري في الحفاظ على مورد المياه الرئيسي له. تمام. طيب الوضع الوقتي أنا بقول لحضرتك تمام على ما تقوله، لكن يبدو أن الوضع مش تمام، يعني الوضع فيه مشكلة. يعني مصر تبدي كثير من المرونة، لكن يبدو أن هناك يعني تعنت، تلكؤ، تحجج من الأطراف الأخرى. والله هو في تدرج في معالجة الموقف بشكل دبلوماسي من خلال اللقاءات اللي حضرت مصر عدة لقاءات للتباحث في هذا الشأن، وإذا لم نصل إلى حل هيبقى في خيارات متعددة نلجأ إليها بحلول دبلوماسية عن طريق المحافل الدولية المختصة، عن طريق تدخل دول عظمى لعلاج هذا الموقف اللي ممكن يؤثر على الاستقرار في المنطقة كلها. ومصر صاحبة الحق في الحفاظ على مورد المياه الرئيسي اللي هو حياة الشعب المصري مرتبط به تماما. تمام. بشكر حضرتك سيادة اللواء يحيى الكدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.